أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة العلماء ورؤساء وأعضاء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، الحاضرين في فاس والمتابعين عن بعد. الحسين جاكيتي من جمهورية مالي، عضو فرع المؤسسة في جمهورية مالي. مالي التي فازت بالمرتبة الأولى في رواية ورش النافعة في هذه المسابقة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفوز الكبير. ثم نحن ممتنون كل الامتنان لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الذي أبدع هذه المؤسسة وبادر بها وأسسها وأصدر أوامره السامية لتنظيم مسابقة قرآنية سنوية بين أبناء إفريقيا من أجل الاهتمام والعناية والرعاية لحملة كتاب الله سبحانه وتعالى، فالشكر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية. والشكر موصول للرئيس المنتدب لهذه المؤسسة العملاقة سيدي أحمد التوفيق، وزير الشؤون، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. وكذلك الشكر موصول للأمين العام سعادة الدكتور سيدي محمد رفقي على قيامه خير قيام من أجل إنجاح هذه المؤسسة. فالشكر موصول للشعب المغربي الوفي العريق الذي التف حول هذه المؤسسة من أجل تحقيق النجاحات والإنجازات، ويعني كل ما هو شيء متقدم في 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 في, في هذا المجال. شكرا لكم جميعا، ونحن سعداء بوجودنا في هذه المؤسسة، بوجودنا في هذا البلد المضياف المعطاء، المغرب الحبيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.